ندوزو دابا لواحد الكغاطان ديال اللوبيه لاريكو وقتها دابا اللوبيه الخضراء. اييه تناخذ لسنة واحد المقله وتندير فيها واحد البصيله مع دريس ديال الثوم وتنشحر مزيان نشحرها مزيان مع مليحه ابزار وجوج مطيشات مقطعين رقاق. نتمنى ما نكونش نزرب واخا شويه نعاودوها نعاودوها. تناخذ واحد المقيله تنشحروا فيها بصيله مع دريس ديال الثومه ونشحروه مزيان مع مليحه وابزار ونضيفوا واحد جوج مطيشات مقطعين رقاق باش دغيا تدبلي ديك مطيشه وتنضيف لاريكو تنكون سلقاها من قبل او مفوراها من الاحسن تكون مفوره مفهوم لاله سنه. تنشحر ديك الشيء مزيان 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 باش تدخل هذيك التتبيله ديال ديك الثومه وديك البصيله وديك التوابل تدخل في ديك لاريكو صافي. تناخذ زلافه تنخلط بعدا فيها البلاده قبل لاله سنه. تناخذ هكا واحد بغيتي تضيف الخضره ضيفيها يمكن لك تضيفيها بحال هكا شي خزويه محكوكه كورجيطه محكوكه اللي بغيتي شحريهم مع ديك لاريكو. اييه صافي. تناخذ سميتو المول ديالي تندهنو تندير فيه هاد الخليط ديال لاريكو. عندك كفيته ديريها عندك طون ديريه اللي عندك ضيفيه ما عندكش تنكتفي غير بسميتو لان غادي نزيدوها من الفوق بواحد البيضات بلاش يمكن لك تزيدي غير البيض صافي راه تيلعب الدور ديال اللحم صافي. تناخذ زليفه تنخلط فيها البيض وياغورت مسوس مع مليحه وابزار وشويه الزعتر وتنصبو من الفوق على ديك الخليط على ديك الخضيره ديال لاله سناء ونحك الفرماج مزيان وصافي وندخلها طيب. مين تتبدا طيب لاله سناء وتنشوفها بدات تحمر تنهز واحد بحال هكا تنخرج المول ديالي وتنهرس بيضه هنا وبيضه هنا ولا ثلاثه البيضات فهمتيني تيبقاو باش يجي ديك المح ديالهم الصفر باين حيت راك عارفه البيض دغيا تيطيب. انا بتنديرهم بحال هكا وحده هكا وحده هكا وحده هكا دابا تشوفي الصوره وتندخلهم شويه للفران دغيا دغيا تيطيبوا باش يبقى لي ديك الديكور ديال ديك الصفوريه ديال المح بالبيض. فهمت لاله سناء ولا تلفتك؟ لا لا مزيان تبارك الله عليك. ايوا صافي وها هو كغاطان باش الوليدات ياكلوا هاد لاريكو وما فهمتي حيت كاين اللي ما تيبغيهاش تيقول لك لا ما بغيتهاش. هذه فكره بالنسبه